وهني ولده. اوه اخي ما بذبح بس يا نسوي يا جماعة، احنا في هذا العالم البقاء للأقوى. تعال تعال جلد، والله انا اسف. ما قصدي، ما قصدي اسوي لك شيء، والله مو قصدي اسوي لك شيء. روح، هذا شنو؟ ايش فيه ايش فيه ايش فيه؟ عسى ما شر. لا عسى ما شر. السلام عليكم يا جماعه، اليوم راح يكون عندنا مقطع جديد، واليوم ان شاء الله راح يكون عندنا الحلقه الثانيه من لعبه ارك الجديده. في البدايه طبعا يا جماعه زر اللايك، اشتراك معنا في القناه، ولا تنسون تفعيل زر التنبيهات ونصايحكم عشان ان شاء الله ان احنا نكمل مع بعض في اللعبه وما شابه. طبعا قررت ان نبتدي بدايه جديده لان حسيت بدايتنا شويه مخبصه، هذه المره قررت ان نبتدي بدايه جديده وتكون تقريبا مرتبه اكثر، وايضا اعدل اعدادات العالم بحيث انه يكون افضل لنا وممتع بشكل اكبر واكبر. فالحين راح يكون ان شاء الله عندنا البدايه مع بدايه اليوم، وخلونا الحين نسوي الاشياء الاساسيه في البدايه. اذا اول شيء راح نسوي، بسم الله الرحمن الرحيم، في صوت خوف والله. او ماي جاد يا جماعة، شوفوا الديناصور اللي قدامنا، يا ساتر، مجرد النظر له حصلنا ليفل على طول، بس طالعناه ليفل. يا سيد خذ لك ليفل. اوكي خلونا نزيد الاستمنة الحين كبداية دقيقة، وخلونا نكسر الخشب شوي، نحاول ان احنا بس نسوي الاشياء الاساسية. فتعرفون طبعا البداية حقت اللعبة، بس انا طبعا انا جاي واتعلم معاكم، فاي شيء تعرفونه يا جماعة يعني ما احتاج اقول لكم، دائما ساعدوني في اللعبة. انزين فنزين الحين طلعنا احنا شويه خشب، وما انا معي نقطه بعد، دقيقه خلينا نتعلم ان احنا نتعلم الاكس ونتعلم النار ونتعلمها. ما اقدر نتعلمها مو مشكله. فوش اقدر الحين اسوي كبدايه؟ ما اقدر اسوي ولا شيء، محتاج الى ستون. فخلنا نروح نجمع لنا بس حجر، الحجر يتجمع اتوقع هني المفروض في الارض. ياب جمعنا خمس حجرات على السريع، فخلونا اسوي الحين بس البيكاكس، الاشياء الاساسيه بنسويها، وقبل لا يجينا الليل بنحاول ان احنا يا جماعه نجهز امور الملابس وغيره عشان ما نبرد والحركات هذه. فلفل على طول مباشرة بعد ما سوينا أول أو ثاني شيء عندنا قبل شوي زدنا الاستمنة، خلنا نزيد هالمرة الهيلث ونتعلم الملابس. لا تعلم السبير الحين مهم، تعلم هذا حق إيدك عشان بس يعني ما نكسر إيدنا. زين باقي الأشياء ما تعلمناها لحد الحين. فانزين بما أن معايا الحين بكاكس، أتوقع أنه يمديني أكسر في الشجرة. يمديني أكسر في الشجرة وقاعد أحصل أشياء كثيرة. حلو، المشكلة أنا راح أمتلي بسرعة بالطريقة هذه، بس مو مشكلة. إذا حبينا إن إحنا نسوي هذا محتاجين إلى فلنت، الفلنت يكون موجود في الحجر هني. خلنا أضرب أضرب أضرب، أوكي جمعت لي شوية فلنت عشان أقدر أسوي الأكس. فثاني أداة أساسية عندنا هي الأكس، بتستوي الحين وما لفلنا غريبة، ناخذها وننزلها تحت. حلو، بعدها بحتاج أسوي السبير. السبير بيحتاج منه شوية أشياء، اوكي بيحتاج منه فايبر اتوقع. الفايبر نقدر نحن نجمعه من هني، بس دقيقه. او ماي جاد ايش الاصوات اللي قاعد اسمعها، يا ساتر. هذا ذنب لحاله يخوف، الذنب لحاله بس كميه رعب. اوكي جمعت فايبر كثير. حلو، السبير قلنا السبير يحتاج الى وود والى فلنت. وود معناته احتاج اشيل الشجر، فخلنا نشيل. اوكي حلو، شوفوا كيف شوفوا كيف التجميع شوي شوي، انا احس اني قاعد يعني ادخل في جو اللعبه. حلو، شنو بعد قلنا ناقصنا؟ ما ناقصنا شيء، خلاص نسوي لنا اول سبير، بنحاول الحين نسوي الثاني، بنحاول ان احنا نجمع لنا جلد عشان نقدر نسوي الملابس حقتنا. بحتاج بس الى حبتين، لا مو حجر، فلنت. ايه فلنت فلنت، كفو كفو، يا سلام جمعنا فلنت حبتين. يا جماعه كيف اقدر اجمع فلنت وكيف اقدر اجمع حجر؟ اتوقع يفرق الاكس. ايه اذا كسرت، لا قلت يمكن اذا كسرت الاكس يطلع شيء ثاني، لا طلع الموضوع مختلف. ما علينا، احنا سوينا قبل شوي سبير، ونسوي الحين السبير الثاني عشان نسوي الحين الاساس حقنا. فهذا السبير الثاني، وخلونا يا حبايبي نجيب السبير ونخليه هني. حلو، الحين ابى اشوف لي دوري بس على السريع. دقيقه لفلت انا مثلا؟ لفلت ما ادري، المهم عندي لفلين. ثواني خلينا نرفع الاكل، نرفع حق الوزن. فرفعنا الاشياء هذه، طور الاشياء الاساسيه حقتك هني، تالي بنشوف موضوع البيت ان شاء الله. ما عليه الحين، بس خلينا نروح نشوف انا دودو صغير. شين في صوت جنبي، تعال ابلع. هذا قوي يا عم، انت ليش قوي للدرجه هذه؟ المهم خلينا نشيل الجلد، فنحصل لنا شويه لحم وشويه جلد، فبنضبط امورنا بعد من ناحيه اكل. اوه جمعنا جلد كثير، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا والله، هلا بالحبيب. وشنو هذاك بعد؟ اوكي في ديناصور ثاني هناك، يا عمي المكان مليان ديناصورات، يمكن كلهم بسيطين بس يعني كل ديناصورات. اوكي حلو، ما عليه، ما نقول لا، ما نقول لا. انزين
انا ايش كنت راح اسوي؟ كنت مسوي شيء بس نسيت شنو هو. يبي لي اسوي لي نار عشان بس نشوي الاكل، فيبي لي ستون. خلينا نروح بس على البحر، ولازم اسوي لي ملابس. بس اسوي دقيقه، اقدر اسوي ملابس الحين؟ خلينا اسوي ملابس اشوف الملابس وش يحتاجون. يحتاجون الى فايبر، فانا محتاج الملابس اصلا فايبر، ما يحتاجون جلد. دقيقه، انا على بالي الملابس تسوون بجلد، فيمكن لان الحين حتونا في البدايه. فجمع جمع 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 فايبر، جمع فايبر، ليتس جو. الفايبر من هنا راح نجيه، بس هذا لا يدعسني بالغلط. لا تدعسني. دقيقه، خلينا نحاول نضبط امورنا. انزين الحين بس سو هذه بس حقه الرجل، عشان يعني ما ادري يمكن يعني من الارض ولا شيء. نحتاج بعد شوي زياده، بسوي بعد حقه الايد. دقيقه، نضبط الحين، نضبط الملابس بشكل كامل. شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ اوكي لفلت. هذا بسيط ولا شيء قوي ولا شنو بالضبط؟ هذا صغير يعتبر. اوكي بس لفل عالي، لفل 24 عالي. والله ما ادري يعتبر عالي ولا لا. على سيد عالي، على كيفك. انزين نرجع مره ثانيه نسوي لنا حقه الايد، وبسوي الحين بعد القبعه. كلهم فايبر طبعا، واقدر اسوي القبعه. اوكي خلينا نسويهم ونلبسهم على طول. فالبس هذه في ايدك عشان ضربنا الشيء، ونلبس هذه بعد القبعه. انزين سيد، لبست كل شيء الا الاماكن المفروض تلبسها. يلا البس لك تيشيرت، والبس لك دقيقه، جمع 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 جمع. هذا يعطينا فايبر، هذا يعطينا فايبر بشكل كبير. فخلنا نحاول معاها. ايوه قاعد تصغر. تمام. فبس نسوي لنا الحين تيشيرت، وبعدها نسوي لنا السروال. انا كاني امتليت. لا ما امتليت، دقيقه. لا ابي والشيء اللي يجيب فايبر، هذا يجيب فايبر. ايوه ما بي توت وما ادري شنو، ما احتاجه. دقيقه خلينا نشوف الحين نقدر نسويه. يا عمي هذا السروال يحتاج كثير، والله السروال اللي يحتاج كميه كبيره عشان نقدر نحن نخلصه. اتوقع الحين خلصناه. بشرني اخيرا خلصنا. انزين تعال البس هذا، وباقي الحين نلبس اللي بعده. البس هذا، تستر يا حبيبي. خلصنا الحين من هالخطوه، والمفروض ان احنا لفلنا ليفل واحد زياده. خلنا نزيد الموفمنت سبيد عشان لي مثلا حبينا ان احنا نهجم على واحد من الوحوش. وحوش شنو سيد؟ ديناصورات. هذا دقيقه، هذا ولد هذا. تخيل لو هجمت عليه كان اندعزت يا جماعه، كان الحين ما خلاني حي. اوكي الحين خلونا نشوف سالفه النار. النار تحتاج الى ستون هني على البحر. بس خلي لك فاضيه، وجمع لنا ستون، وخلنا نسوي لنا النار بس. اوكي سوي النار ونشوي لنا اكل، بس اضمن انه يكون عندنا ان شاء الله اكل، وبعدها خلاص نتفضل العالم اللي احنا موجودين فيه. فخلاص سوينا هذه. الحين خلوني دقيقه، بما ان لفلتنا دقيقه، النار وينها؟ اول النار هذه جيبها هني على طول، وخلنا نحطها في هذا المكان مثلا. حطيناها، حلو. لا تشيلها. شنو بتشيل سيد؟ تمام بداك. اوكي حط اللحم، عندنا 16 لحمه، وخلنا نحط الخشب بعد مره واحده، وولع النار خليه يستوي. اوكي على ما هو يستوي، انا ما اروح اهجم على ناس. خلنا نروح اطل دقيقه، انا الحين سرعت نفسي حبه واحده، فانا الحين تقريبا سريع. هذيله في منا اثنين، في دودو هني وولده. اوه اخي ما بذبح. بس كنسوي يا جماعه، احنا في هذا العالم البقاء للاقوى. تعال احتاج جلد، والله شو اسوي؟ احتاج جلد. المهم كسر. شنو كسر؟ شنو كسر يا سيد؟ احتاج جلد والله، انا اسف. ما قصدي اسوي لك شيء، والله مو قصدي اسوي لك شيء. روح. هذا شنو؟ ايش فيه؟ عسى ما شر. لا عسى ما شر، والله ما قصدي، والله مو قصدي. باركور، والله مو قصدي. الو هذا ايش فيه؟ هذا وين راح يسبح؟ المهم ما علينا. هذا ايش فيه؟ ما ادري ليش هاجمني، شافني ضار خلصت عدوني قال استقوي بالضعيف. المهم خلنا الحين نرفع الهيلث، ارفع الهيلث. والله انا اشوفه الحين مستهدف، انا قاعد يهاجموني. خلنا نتعلم بعد كم شيء، دقيقه خلنا نتعلم كم شيء بما ان عندنا نقاط. فخلنا نتعلم السرير، البوكس، الارضيه حقه البيت ده حبينا. هذه بعد اتوقع شيء اساسي الحين كبدايه، فتعلمنا اشياء اساسيه. لا يجيني هذا، وين راح؟ الحين هناك. اوكي خلاص اتوقع انه ما بيجيني، ان شاء الله ما راح يجيني. انزين خلونا الحين هذه كيف نقدر نتعلمها؟ محتاجين لفايبر وود. الفايبر بسيط، خلنا انزل. دمجت بالغلط.
خلنا نشوف الاكل حقي في شيء استوى. في 11 لحمه استوت معانا، فخلونا ناكل ناكل ناكل، نرفع شوي موضوع الاكل. اوكي، ايش صاير ايش صاير ايش صاير، وش الاصوات اللي قاعده تطلع؟ مع ان هذا كله توت. لا ما ابي توت، انا ابي فايبر اتوقع من هذه. هي ممكن تعطينا فايبر؟ ايوه، احتاج الى خشب بعد. الخشب من هذه كسرها، خلنا نشوف. اوكي 22، ما قاعد احاول قد ما اقدر اني ما اشيل الاشياء اكثر من اللي انا محتاج لنا. فاللي ابي اني احاول قد ما اقدر ان يكون معي مثلا كميه بسيطه جدا من الاشياء. فالحين معي هذه، وبس يبي لي اتوقع سبير زياده، سبير زياده احتياط، سبير زياده ناقصني فايبر. هم فايبر، اوكي بسيطه فايبر هني، وعشان تالي ان شاء الله بعدها ممكن احاول اروح اروض لي اي شيء. معي لحم، معي كل شيء اتوقع، فاموري تمام. دقيقه، انا قبل شوي لك اكلت لحم مشوي ولا لحم؟ دقيقه، اللحم اللي اكلته مشوي اعتقد، مو مشوي. وين منت هذا المشوي يا سيد؟ هذا المشوي، مو مشكله، المهم حط هذا. انا معي لحم زياده، مو مشكله. اوكي خلاص خلاص، خلنا ناكل زياده، ناكل حبه واحده. خلينا نحاول الحين نشوف اذا في مثلا ديناصور نقدر ان احنا نروضه. انا ما ادري صراحه كيف راح اقدر اروضه، يعني ديناصور يعني كبير يعني وخطير، فما ادري كيف راح اروضه، بس خلنا نشوف مع بعض. هذا يخوف الحين، هذا اتوقع ما نساني صح؟ السلام عليكم، كان ما يسوون شيء، كلهم طيبين. انا خلنا اروح ادور لي ديناصور بسيط. هذاك 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 يا جماعه. بس دقيقه سيد، الحين انت لين بتروح محتاج الى حجر. قبل لا اروح احاول احتاج الى حجر، دقيقه احتاج كميه حجر حلوه. شيل، ما في حجر هني، تكفى. اي جمع 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 جمع، لان ما انا اعتقد اني بستخدم النباطه معاه. هم لفلنا، كم لفل الحين لفلت انا؟ ما ادري، عندي لفل واحد زياده. خلنا نزيد الدمج. اوكي يلا، هذاك هذا ولده معاه يا جماعه. اذا خلصت عليه راح اقدر اروض ولده. دقيقه اجرب. عطى عطى، تعال تعال. هاي ينفع معاه والله، ترى ما ادري يا جماعه لا ينفع معاه ولا لا، بس قاعد احاول. لازم ينتبه لولده. اوكي احسن شيء انه واقف. وقف 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 مكانك، وقف مكانك. خلينا نجرب معاه. هد 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 هد. لا لا، حرك 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 حرك، لا تروح، خذ. اوكي طاح، دقيقه طاح 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 طاح. ها ميت الحين ولا شنو؟ دقيقه، مو ميت مو ميت. هاكل شنو بالضبط؟ ما ادري ترى. خلنا احط له الاشياء واشوف وش شنو نقدر نروضه. ما اعتقد اللحم، بس خلني اجرب ان انا اقسم واجرب احط له. اوكي قاعد يتروض يا جماعه، قاعد يتروض يا اخوان. اول ديناصور، ليتس جو ليتس جو. دقيقه صح، لا ما يستوي تيمينج، ما قاعد يستوي. لا دقيقه، لا يصحى لا يصحى لا يصحى، قبل لا يصحى قبل لا يصحى. ما ادري هو يتروض بشنو هذا يا عم، يتروض بشنو؟ يحط كل البوفيه اللي عندك كامل. المهم هاي تيمينج، اي قاعد يزيد. ليتس جو قاعد يزيد. صار 50%، صار 50%، بس ما ادري بعد يحتاج شيء. خليني اجرب، بعطيه كل الاشياء اللي معاي. سيد اعطيته كل شيء معاك فعليا، صار 50%. ليتس جو يا جماعه، روضناه. اول ديناصور يتروض معانا، راح اسميه شجاع. هلا بشجاع، ليتس جو. هذا اول ديناصور عندي. انزين، طبعا ما انا الحين معي ديناصور، فانا اتوقع دقيقه الديناصور لازم ناخذ معاه صوره. ليتس جو. لا اليوم اقدر اقول لكم ان البدايه ممتازه، بس دقيقه وين راح ولده؟ والله ولده سحب عليه، دقيقه والله ولده سحب عليه. الحين هذا الديناصور انا طبعا ما راح اقدر ان انا اركب فوق ظهره الا في حاله واحده، اني اذا سويت، اتوقع دقيقه خلينا نحاول نتعلم ونشوف، اذا سويت له هذا اللي هو السدل اتوقع بنقدر نحن اتوقع ان نركب ورا ظهره. فتعلمت الحين، خلينا نشوف الكرافت اذا اقدر اسويه. ليتس جو، سوي. دقيقه خلينا نجرب، انا اعتقد يعني مو متاكد من المعلومات هذه. اوكي استوى 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 يا اخوان، استوى. زين الحين هذا كيف ايش اسوي معاه؟ اعتقد ان انا لازم اضغط دقيقه، خلينا نلبسه السدل هذا، حطه هني. بس دقيقه، انا ترى ما ادري الشاكل هو، انا اعطيت اغراضي كامل. ما ضل شيء، ما اعطيت هذا الشاكل يا جماعه. اعطيته كل شيء، عطني لحمي يا عبيبي، لحمي. دقيقة، زين خلنا نشوف. الحين لبس السدل. هني لازم احط، هني.
كيف؟ والله ما أدري كيف أحط. الظاهر سد الغير مو نفس اللي أنا أخذته. خلنا أحاول أتأكد دقيقة. في سد الغير هذا، ها سد، بس في أتوقع نوعية ثانية هي اللي تناسبه. هذا يمكن، يمكن هذا، يمكن لازم أوصل ليفل 9. ما علينا ما علينا، الحين هذا بعد يملين أنا أتيمه معاي، هذا ولده طبعا، فأقدر أن أنا أعطيه شيء ويكون معاي. فخلنا نسميه هذا، هذا بسميه برو. ليش سيء؟ والله ما أدري، والله ما ادري ليش سميته بهالاسم. ما عندي اسم، ما عندي اسم عشان اكون معاكم صريح. المهم ما علينا، خلينا الحين نجي بس لهذا. دقيقه، كفو كفو، ديناصور. اي اجلد اجلده، اجلد، لا تخليه. يلا روح روح ورا 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 ورا. اي عطى عطى عطى، كفو. والله ديناصوري ما يمزح. اي الحقني الحقني ديناصوري، الحقني 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 الحقني، بموت الحقني بموت الحقني بموت. اوكي إيه، لا تموت لا تموت، بس لا تموت، انتبه. يلا خلني بس اكل دقيقه، ارفع طاقتي. هذه اول معركه طبعا بدون السدل، على طول صارت المعركه هذه. اجلده 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 يا عمي، يا عمي هالحين حي، بس انتبه لا يوديك مكان يكون في احد يجلدنا. لا 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 يا عمي، اضربه اي شيء. يا ليش الحين ما مات؟ لفل عالي. اوكي رجع ورا، رجع ورا شوي، طاقتي نازله طاقتي نازله. هذا بيموت، هيموت ولا هو لونه بالطريقه، شكله لونه بالطريقه. ايوه كفو، اخيرا. خلاص 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 خلاص، هدي 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 هدي. هذا طبعا ثقيل بياكل منه. اوكي طلع لي جلد، جلد جلد كثير يا جماعه. اسكو صار معي 62 حبه جلد، والله كثير يا جماعه، والله كثير بشكل مو طبيعي، بس ممتاز. المهم علينا، ما نحن لفلنا، خلنا نشوف في سد الغير. لحين ما وصلنا الليفل اللي احنا اتوقع لازم اول شيء احط الليفل هني. خلنا نرفع مثلا الهيلث مره ثانيه. لك سيدي الهيلث، الهيلث دقيقه. هذا شنو هذا بعد؟ سدل بس ما ادري حق وين. المهم يا حبايب، انا اتوقع اليوم يعني سوينا شيء جيد. الحلقة الجاية احتمال نسوي لنا بيت، فابي اعرف. انا صراحة انا افكر ان اخليه تقريبا في نفس المنطقة اللي احنا ساكنين فيها، فكتبوا لي تحت لو تحسون الشيء هذا مناسب وتبون نسكن بالضبط في نفس المكان هذا، وايضا كتبوا لي تحت كم طول الحلقة اللي تشوفونه مناسب عشان نكمل مع بعض في اللعبة. زر اللايك والاشتراك ونشوفكم على خير باذن الله في حلقات اخرى، مع السلامة. اللايك امر مهم، طق ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسياد الاسطورة تتنقل على كل فم. باشتراك تنضموا، هذه أسهل وسيلة. ياه ياه، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة. ياه ياه، أما بنشرك تراك تخليني إنسان سعيد، أفرح وأقدم لك أشياء أكثر من جديد. أما بنشرك تراك تخليني إنسان سعيد، أفرح وأقدم